سنتحدث عن كيفية علاج المياه البيضاء باستعمال الموجات فوق الصوتية. علاج المياه البيضاء لا يكون إلا جراحيا، يتم حقن الجفن السفلي للمريض من المخدر، ثم تحقن بعض السوائل من خلال الجروح في أطراف القرنية لفصل عدسة العين من الأنسجة المجاورة، ثم يتم إزالة الغشاء الأمامي لشفط البوليتينات المتجلطة بهذه الإبرة التي تطلق الموجات فوق الصوتية. تكون عدسة العين جاهزة لاستقبال العدسة الصناعية والتي يتم حساب قوتها قبل العملية باستعمال أيضا الموجات فوق الصوتية. والله ولي التوفيق.